الى حد الان حتى لهادي واحد 6 شهور 8 شهور كان صعيب يتجاوبوا معنا، الا ان الان واخص بالذكر واحد 3 أو 4 ديال الاطباء وواحد المهندسه معاهم في الزراعيه الان كيجاوبونا بواحد السرعه لا تطاق، بسرعه كبيره. مجرد ما كنعيطوا في التليفون نقولوا راه كاين المشكل في البلاصه الفلانيه الا وكاين ويلا كاين تحرك من بعدها. لانسا من المسائل اللي خصها دير دابا، ماشي لانسا وزاره الفلاحه، هو ان من الان فصاعد دابا قبل من غدا تبدا في الترقيم ديال الحواله ديال القطيع باش نعرفوا بالضبط هذاك الحول شكون مو شكون باه، منين جاي، منين قطعه، منين ضيعه، فين تذبح، الى غير ذلك. خصنا اللي جاي المصدر باش الا خص تخاد شي قرار تمنع لهذاك السيد ما باقيش يربي، ما باقيش يبغى يربي سوقه، ولكن الا بغى يعلف العيد خصو توفر فيه واحد العدد الشروط، الا ما توفرش فيه خصو تكون عنده رخصه او تحيد ليه. شوف لالا شوف لالا، ملي كنقول لك الدوله مختلف القطاعات ديالها، على مثلا علاش بغيتي تستثني مثلا انت يا وزاره الداخليه من هذا المشكل، وهي عارفه شنو الدوله فعدها، ونقدموا الشيء القبيله عارفه شنو كاين، علاش بغيتي نستثني انا؟ بالدرجه الاولى وزاره الفلاحه مساله معروفه، تفسير الواضحات من المفضحات، ولكن هذا راه ما كيمنعش على ان هنالك قطاعات اخرى ساتا هي تدخل في المعمعه. حينت ملي كنقولوا واحد الحولي منين جاي؟ راه ما طاحش من السماء، هذاك الحولي راه جا من شي بلاصه، كال شي حاجه، ديك دي حاجه اللي كال منين جات؟ راه الشتا كطيح منها غير الماء والتبروري، صافي شي اللي كنعرفوه. شي حاجه اخرى معناها على ان هناك يد من الايادي راه خدامه من تحدي، هذيك اللي خصها تقطع، عندنا سلامه المواطن، سلامه المستهلك المغربي تما كاينه في هذيك اليد، مهدده بهذيك اليد هذيك، ونخرجوا من ذاك غير اللي بغى يدير شي حاجه يديرها، غير اللي بغى يربي يربي، غير اللي بغى يعلف يعلف، غير اللي بغى يدير ونزيك نزيدك، على ان القانون ما كاين حتى قانون بالضبط كيضبط هذه القضيه ديال علف الحواله، بغض النظر مثلا ناهيك على ان الا خدينا القانون ديال تربيه الدواجن من البيضه الاولى كاع اللي غادي نخرجوا منها الفلوس حتى لهذاك الطرف ديال اللحم اللي كتحطيه في الطبسيل ديالك راه مقنن القانون 49.99 مقنن. حنا بالنسبه لنا اي حاجه اي حاجه كتكون مقننه كفانا 60 عام ديال والله يسهل الله يبارك مبارك مسعود ما كافينش دعوات مزيانه ايجابيه ضروريه كدوله اسلاميه ومسلمين ما كنذكرش الاهميه ديالها، لكن ما كافينش سير على الله ما كافياش، خاص الواحد فعلا عقلها وتوكل، ولكن بواحد المعطيات علميه، لان حنا في 2017 راه حنا في الالفيه الثالثه، ما بقاوش نبقاو غاديين غير بهذه الطريقه هذه، فخص القطاع يتقنن ويتقاد ويتراقب، وكل القطاعات اللي هي معنيه بهذا المشكل هذا راه خصها تدخل دير الدور ديالها.